مساء الخير. بجسدي شهيدين كسر تنظيم داعش صمت الخطف وقطيعة التفاوض. العريف في الجيش علي قاسم العلي والمدني ممدوح يونس أنهيا قهر الموت البعيد وعادا ليدفنا في ترابهما ليفتح ذوهما أبواب الحزن من جديد، ويشرع مع الحزن باب الوساطة الذي كان محكما. اللاعبون على خط التفاوض تقدمهم وزير الصحة وائل أبو فعور ووسيط لبناني من عرسال بإشراف اللواء عباس إبراهيم. لكن هل سيعني ذلك أن التفاوض الجدي قد بدأ فعلا؟ لتاريخه فإن لا حسن نوايا لدى التنظيمين الإرهابيين داعش والنصرة اللذين لم يتعاملا مع لبنان إلا بلغة الجثث ومفصولة الرأس عن الجسد. وأن تبادر داعش إلى تحريك ملف التفاوض اليوم فثمة روابط قد تتصل بمعركة القلمون، حيث سترتب وقائعها تموضعا جديدا مع التخلص من ورقة العسكريين أو استعمالها للضغط. ومن أنقرة دخل وزير العدل اللواء أشرف ريفي وسيطا في هذا الملف لدى رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، واستنادا إلى أمثال الرئيس نبيه بري فإن المستوي إجا عند المهتري. فلا وزير العدل قادر على تقديم تطمينات بملفات الإرهاب قضائيا، ولا رئيس الائتلاف السوري المعارض له نفوذ على شبر أرض من سوريا لكي يضغط على التنظيمات المسلحة. لكن ما الذي دفع ريفي للاستيقاظ متأخرا 10 أشهر على طرق باب المعارضة السورية؟ وهل معركة القلمون مجددا هي الدافع وراء هذا التحرك المفاجئ؟ وعلى ما يبدو فإن حرب الجبال والتضاريس السورية اللبنانية لن تكون بلمحة قصير أو تمكن يبرود، إذ إن إسرائيل تدخل هذه المرة عاملا فاعلا على ضرب مقدرات الحزب العسكرية، وتنتشل النصرة وتداعش بغارات تضيق على حزب الله وتحركاته العسكرية. فكما تمدهم تل أبيب بالإسعافات الطبية في مستشفياتها فإنها تمد لهم يد العون من فوق وتمنع عنهم معركة لا بد آتية. والعون من حزب الله سياسيا، حيث طوق الحزب غضب الجنرال بلقاء مع الأمين العام السيد حسن نصر الله، وتنوعت أطباقه من درء خطر الإرهاب إلى الرئاسة الأولى. وأبعد من طبق سياسي، ماذا عن الأطباق اللاقطة؟ هذه الليلة بدأ مفعول حرب كانت شبه صامتة بين موزعي الكابلات الفضائية ومحطات التلفزة اللبنانية التي تطالب بحقها، على أن الشركات الموزعة يبدو أنها اتبعت أسلوب التصفيات الذي يمارسه الخاطفون، فأقدمت منذ السادسة على قطع بث المؤسسة اللبنانية للإرسال في العديد من المناطق اللبنانية، واعدة بتصفية بقية المحطات الواحدة تلو الأخرى تباعا في أكبر قرصنة يشهدها الفضاء واستخدام حق ليس لهم. فالمؤسسات اللبنانية لم تطالب سوى بقليل من حقوقها، وهي تنازلت كل هذه السنوات عن نهب منظم كانت تتبعه شركات الكيبل التي تأكل من صحوننا وتبيع هواءنا، ولا دولة تحاسبها على ما جناه فضاؤها. زمن القرصنة انتهى، والشركات اللبنانية التي تعاني اقتصاديا لن تنهزم أمام بائعي الهواء. إذن بعد 10 أشهر على قتلهما، تنظيم داعش يسلم جثتي العريف الشهيد علي قاسم العلي والمدني ممدوح يونس. في خطوة من شأنها أن تحمل دلالات هامة على صعيد فتح باب التفاوض، سلم تنظيم داعش الإرهابي جثتي شهيدين كانا يحتجزهما. الأولى تعود للعريف في الجيش اللبناني علي قاسم العلي من بلدة الخريب البقاعية، الذي أصيب في أرض المعركة في 2 آب عام 2014 تاريخ معركة عرسال. فقام مسلحو داعش أنذاك بسحبه واحتجازه وهو جريح، وقد ظهر لاحقا في الفيديو الذي عرضه داعش. أما الجثة الثانية التي سلمها تنظيم داعش فتعود للمواطن ممدوح يونس من بلدة بريتال البقاعية، وقد نقلت الجثتان بسيارتي إسعاف إلى المستشفى العسكري في بدارو، حيث خضعتا لفحوص الحمض النووي DNA للتأكد من هويتهما.
وفي المعلومات التي حصلت عليها الجديد أن وزارة الصحة تسلمت الجثتين عند حاجز عين الشعب في جرود عرسال بمواكبة استخبارات الجيش اللبناني والأمن العام، وذلك بعد وساطة من وسيط لبناني من بلدة عرسال ووزير الصحة العامة وائل أبو فعور والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ورأت مصادر متابعة أن تسليم الجثتين يعني أن القطيعة في المفاوضات مع داعش انتهت، أي أنه تم فتح باب للتفاوض، إلا أن التفاوض الجاد حول العسكريين المخطوفين لم يبدأ بعد. كاميرا الجديد قصدت منزل عائلة العلي في طلية البقاعية حيث ينتظر الجميع وعلى رأسهم والده قاسم وولده حمزة وصول البطل الشهيد. وقد بدا الوالد غاضبا ولكن متماسكا وفخورا بأن ابنه استشهد فداء للوطن. وكشف أن اللواء إبراهيم أبلغ العائلة منذ قرابة 4 أشهر بالمساعي لتسليم جثة علي. بفتخر بابني انه سياج الوطن هو ودافع عن هالوطن، بس حكامنا نحن ما بيستاهلوا هالشيء. من لولا ما تعطوا 3 سعودية من يومين للمطار ما جبتوا جثة ابني، صار له 10 أشهر 11 شهر هلا وهي داعش رابطة فيه. لما عطوكم السعودية جابوا ابن الحريري لهون، هو مو ابن الحريري، هو ابن السعودي. بلغوكم بشكل رسمي انه جد بلغنا حشيتي هلا لعياله باص، ما حدا بلغنا، بلغنا القائد الحشيتي انه هلا انه استشهد ابني ساعه المعركه اللي هلا لبلغني. بس نشكر عباس ابراهيم انه قام بالواجب وكتر خيره. وفي بلدة النبي إسباط البقاعية حيث تقيم عائلة المدني الشهيد ممدوح يونس لم تشأ العائلة المحزونة الإدلاء بتصريح، فالجرح الذي لم يشفى بعد عاد ليفتح من جديد. الجديد تعرض على جزئين أخطر 50 إرهابيا من السجناء في لبنان، تحقيق للزميلة يمنى فواز. فجأة مؤتمرات صحفية وبيانات للدفاع عن سجناء واجتماعات في أحد جوامع باب التبينة بعد أيام من انتهاء العملية الأمنية في مبنى دال بين خالد الظاهر ومحمد قبرة مع قادة المجموعات السابقة وشيوخ حولهم علامات استفهام. أكثر من 70 واحد مصابين بجروح وضربتم كل السجناء حتى الذين لم يخرجوا من زنزاناتهم. مرجلتوا عليهم بالسجن ضعفاء، أماني بأيديكم ضعفاء ضعفاء. بدي أقول لوزير الداخلية لولا هؤلاء لم تكن وزيرا في هذه الحكومة. المدافعون الجدد عن حقوق الإنسان صنفوا السجناء المعتدين بالضعفاء دون أن يقولوا من هم هؤلاء السجناء. إن كانوا لا يعلمون فكلامهم بلا بينة ولا يعول عليه، وإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة. إطلاق يد قبضاياته على المسجونين يجلدونهم ويضربونهم ومنهم من كسر فكه ومنهم من أصيب بالعمى ولا يسمح بتطبيبهم. إليكم جزء بسيط. هؤلاء السجناء مصنفون إرهابيين، هم أخطر 50 سجينا في لبنان، في ملفاتهم عدة أحكام، ويقفون خلف أحداث الشغب في سجن رومي. وبعد أحداث مبنى دال تم توزيعهم على معظم السجون في مناطق لبنانية مختلفة. هؤلاء السجناء من جنسيات مختلفة، 15 سجينا من الجنسية اللبنانية فقط، 8 من الجنسية السورية، 6 من الجنسية السعودية، و6 من الجنسية الفلسطينية، و2 من الجنسية اليمنية، و2 من الجنسية الماليزية، و2 أيضاً من الجنسية الجزائرية، و2 من الجنسية التونسية،
وستة من جنسيات أوروبية. في 47 سجين تحديداً وتحقيقاً للشفافية أخرجوا من المبنى دال لمباني أخرى داخل سجن الرومي حفظاً للأمن وتحقيقاً لاستنساب أخذته إدارة السجن، وهذا أمر طبيعي، لن فقدوا ولا اتخذوا لأي مكان آخر. هؤلاء هم المستضعفون الذين أتوا إلى لبنان من أجل مخططات إرهابية، والذي تحول بعض الساسة لأجلهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ليس سوى جزء من الحكاية. يمنى فواز، قناة الجديد. قائد أحد مجموعات سرايا المقاومة بقبضة فرع المعلومات. عند الساعة 12 وفي وضح النهار ودون أي مقاومة، وصلت 4 سيارات من شعبة المعلومات في طرابلس إلى أبي سمرة، وتحديدا إلى مقابل مدرسة الإصلاح، وأوقفت أحد أهم قياديي سرايا المقاومة في طرابلس عبد الكريم النشار، الذي يعتبر قائد ثاني أكبر مجموعة للسرايا بعد المجموعة التي كان يترأسها حسام الموري قبل مقتله في 23 آب عام 2013. لم يتم توقيف النشار على خلفية معارك جبل محسن باب التبانة العسكرية، فهو عرف بقتاله ضد المجموعات السلفية في معارك الأسواق الداخلية، إنما تم توقيفه بعدما رفعت إحدى السيدات عليه وعلى 4 آخرين دعوى في قضية بتهمة محاولة قتلها وحيازة أسلحة. لذلك يرجح العارفون بالقضية ألا تطول فترة توقيفه، حتى أنه منذ حوالي 6 أشهر تم إطلاق سراح شقيقه بعد توقيفه ومصادرة مستودع أسلحة ومداهمة شقتين تابعة لجمعية الناصرين العرب الذي يترأسها بداخلهما أسلحة. مع العلم أن النشار كان في السابق مقاتلا في حركة التوحيد خلال الحرب الأهلية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن في مكتبه السابق الذي بات مركزاً للجيش صوراً للسيد حسن نصر الله وللرئيس السوري بشار الأسد، فلا النشار ولا مجموعته ينكران علاقتهم بحزب الله وبخط المقاومة، وبذلك ينضم النشار إلى قادة المحاور خلف القضبان وإن بغير مذكرات توقيف. من البربير إلى السرايا الحكومي، الحزب الشيوعي يقود مسيرة عيد العمال ودعوة إلى مؤتمر تأسيسي وطني جديد. قد لا يعرف هذا العامل الكثير عن انتفاضة مزارعي التبغ أو إضراب عمال معمل غندور حين كان لليسار صوت. في عيد العمال لا مجال للراحة. في شارع البربير نقطة انطلاق المسيرة المركزية للحزب الشيوعي، المحلات بقيت على حالها، وهذا العجوز رأى في المناسبة فرصة لتصريف بضاعته. شو حاجتك للمرأة؟ قال له القمر. شو بأصلك عم طلع الجبل؟ قال له الحبة. لو ما محتاج ما بظهر أنا اليوم. في مناسبة عيد العمال حضرت القوى الأمنية وحضر فوج الإطفاء، حضرت الكاميرات وحضرت الأعلام الحمراء، وغاب العمال. وفيما اختار الشيوعي الشارع، اختار الاتحاد العمالي العام إحياء الذكرى بربطات عنق وبقاعة صغيرة بصغر حجمه وتأثيره، وبعيدا عن ضوضاء الشارع وقادته. هلأ نحن بعيد العمال، أول شيء بدنا نوجه تحية لعمال لبنان وعمال العالم كلهم، وتحية لشهداء اللي سقطوا دفاعا عن رغيف الخبز ودفاعا عن الوطن من أجل تحريره. هؤلاء قضيتين ما بينقصوا على بعضهم، مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة ضد حيتان المال وهالسلطة هذه الجائرة اللي عم تاكل رغيف الخبز للناس. هؤلاء مع بعضهم البعض، والكرامة هي وحدة. نحن لبنان بأمس الحاجة لقيامة حركة نقابية واسعة مستقلة بمواجهة هذا التحالف السلطوي المالي. قبل أن تصل المسيرة إلى السراي الحكومي، كان للأطفال والكبار كلمة في العيد. حزب الشيوعي والندى، أهل سمذ بوجه العدا، دمي كتب على اليافطة لبلادنا نحن فدا. نحن بلبنان مش عم نحصل على كامل حقوقنا، جينا على المظاهرة لناخد مستقبل أفضل بعدين. أنت نزلت لحالك ولا البابا قالك تنزل معه؟ لحالي. انهم ولا تبقي سجونا
وصلت المسيرة إلى السراي الحكومي وجهز المنبر، وكعادته ألقى الأمين العام للحزب الشيوعي كلمته السنوية. نقول للجميع: لقد انتهى عهد الطائف كما انتهى قبله ميثاق 43 الطائفي، ولذلك فنحن أمام ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي لوطن جديد، للبنان جديد، لكي يكون للعمال، للمعلمين، للمنتجين، لأكثر من 95% من البلد، ليكون لهم الحق في نظام يختارونه هم ولا يفرض عليهم من قبل الهيئات الاقتصادية. بعد الانتهاء من الكلمات والمسيرة، عاد من حضر للاحتفال أو العمل بما تبقى من هذا اليوم. وحدها المصارف احتفلت وأغلقت في عيد العمال. في عيد العمال يغيب العمال، في عيد العمال يبدو أن صرخة الرفيق كارل يا عمال العالم اتحدوا لم تصل إلى شوارع بيروت، على أن العبرة في الذكرى، ورمزية الذكرى أن ترفع أعلام حمراء في وسط تجاري خلى من عماله ولم يبقى فيه إلا الأسلاك الشائكة. آدم شمس الدين، قناة الجديد. العثور على رئيس الاتحاد العمالي العام المغيب غسان غصن في مقر الاتحاد، تقرير للزميل جاد غصن. في عيد العمال ظهر النقيب المغيب غسان غصن، ألقى التحية على قاطني مبنى الاتحاد العمالي العام، فطلبوا منه الوقوف بينهم حتى لا يفلت ويغيب من جديد. ولكن كيف يغيب وكل هذه الكاميرات والشخصيات السياسية العزيزة في القاعة الأساسية؟ قد يلوم البعض غسان غصن لقلة نشاطه، ولكنه متى اعتلى المنبر أنصت الجميع بصمت عظيم. هذا اليوم الذي ما كان ليتكرس عيدا نحتفي به، يعني الكلمة قصيرة وبدنا ندفي هدول، لأنه بنعرف الاحتفالات ما بنعمل مطولات، فهنحاول بس نستعير هدوءكم لأقل من 5 دقائق. بعد مقاطعة الجماهير كلمة الرئيس غسان، عاد وانطلق في خطاب العودة من التغيب. قلنا أننا نحتفل اليوم بالأول من أيار عيدا عماليا للعمل، هذا اليوم الذي ما كان ليتكرس عيدا نحتفي به لولا التضحيات الجسام للنقابيين الأوائل الذين قدموا أنفسهم قرابين على مذبح الشهادة من أجل العدالة الاجتماعية، وبذلوا دماءهم في مواجهة الظلم والقهر والاضطهاد، وواجهوا الاعتقال والسجن والطرد من العمل. ربما ذلك ما كان يقوم به الرئيس غسان كل هذا الوقت، يواجه الظلم والقهر والاضطهاد والاعتقال والسجن، من دون طبعا الطرد من العمل. من هذه الخبرة النضالية رفع الرئيس غسان صوته مهددا بالتحرك في الشارع من أجل تحسين الأجور. حكي أنه خلال هذه اللحظات من الكلمة راح النواب والوزراء في القاعة يتصببون عرقا. وأيا تكن الظروف والأوضاع، أننا لن نتهاون عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للأجور بكافة السبل المتاحة، اعتصاما وتظاهرا وإدراما. بعد التهديد بالتحرك، ماذا عن التحركات القائمة فعليا بقرار هيئة التنسيق النقابية؟ سنواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع هيئات التنسيق النقابية. يبدو أن الرئيس غسان يفضل الروية في شأن هذه التحركات الصغيرة لهيئة التنسيق، فهي قد تشغل الانتباه عن طريق الثورة الكاملة التي يعبدها الاتحاد العمالي العام. شكرا لحضور ممثلي رؤساء الحكومة السابقين ورؤساء الكتل النيابية والمدراء العامون وممثلو الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين وممثلو القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي
العمال جميعا بنقاباتهم واتحاداتهم كل عام وأنتم بألف خير والسلام. بفعل قوة المكيفات في القاعة العامة وليس عن قصد نسي الرئيس غسان تحية العمال، لكن لا تقلقوا فثورة الرئيس غسان اقتربت. جاد غصن، قناة الجديد. أصحاب الكابلات غير الشرعيين يقطعون بث المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال ويهددون بقطع بث باقي القنوات اللبنانية السبعة. بدءا من اليوم بدأت هذه الرسالة تظهر بدلا من صورة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال في البيوت اللبنانية. الصورة هذه هي الخطوة العملية الأولى والتهديدية لأصحاب شبكات الكابلات في لبنان. يشرح التحذير أنه بناء على الإنذار الموجه من التلفزيونات اللبنانية بتاريخ 1 أيار 2015 والقاضي بمنع شبكات الكيبل من إعادة بثها بعد 1 حزيران، يعتذر أصحاب شبكات الكابلات عن إعادة بث قناة LBCI باللوغو الأزرق والمحطات الأخرى تباعا. الخطوة التهديدية هذه تعتبر أول رد بعد التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني ألان حكيم، والذي عممه بالوكالة مكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري، والذي تؤكد فيه المحطات التلفزيونية الثمانية في لبنان أن كل بث أو إعادة بث لبرامجها سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان يشكل مخالفة للقوانين المذكورة أعلاه، وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية. لذلك على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1 أيار 2015 و 1 حزيران 2015، علما أن البدل هو 4 دولارات أمريكية عن كل مشترك لديهم. وفور انتشار خبر قطع بث المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال، أرسلت القناة رسالة للمواطنين الراغبين بمشاهدة القناة بالتعامل مع هذين الموزعين، ما يعني أن خطوة قطع البث التصاعدي التي ينوي أصحاب الكابلات تنفيذها صادر عن موزعين غير شرعيين، فيما شركتا الكيبل إيكونات وكيبل فيجن تخوض مفاوضات مع المحطات الثمانية لإعطائهما الحق بالاشتراكات. رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون قال في حفل العشاء السنوي لموقع تيار.org: لنتحد في مواجهة التحولات القادمة وننتقي منها ما نريده نحن لا ما يفرض علينا. نرى بعض الأطراف وقد وضعت لبنان في مكاتب الرهانات الإقليمية، وصار المراهنون يعولون على ربح محور سياسي وخسارة آخر، وربطوا حراكهم السياسي وجميع قراراتهم بهذه الرهانات، وهي عقيمة بكاملها، لأن جميع من يلعبون لعبة المراهنة على الخارج في لبنان سيصبحون في الخارج وسيخسرون الدنيا والآخرة. كثيراً ما انتظرنا المن والسلوى يأتينا من الخارج، فكنا نحصل على الحنظل والسم، لأن دخول الصغار في لعبة الكبار لا يجدي نفعاً ولا سلاماً. فالشعوب الصغيرة في لعبة الأمم ليست سوى أحجار شطرنج تتناقلها أنامل الكبار، وجل ما تستطيعه هذه الشعوب إذا أحسنت التأقلم مع هذه اللعبة أن تحافظ على وحدتها التي هي ضمانة وجودها حتى تتغير اللعبة أو يتغير اللاعبون. أكرر اليوم دعوتي إلى التي أطلقتها لجميع اللبنانيين في ذكرى 14 أذار: لنتحد معاً في مواجهة التحولات القادمة وننتقي منها ما نريدهم نحن قبل أن يفرض علينا ما يريده الآخرون لنا، لأن ما يأتينا من الخارج مهما يكن لن يكون أفضل مما سنختاره نحن لأنفسنا. الجيش يواصل مداهماته في بيروت وضواحيها، وأخبار إضافية في بانوراما محلية.
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت وضواحيها، دهمت قوة من الجيش أماكن عدد من المطلوبين في منطقة الأوزاعي، حيث أوقفت 3 أشخاص لإقدامهم في أوقات سابقة على إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين، كما أوقفت شخصا آخر لإقدامه على استعمال الشدة مع عناصر إحدى الدوريات العسكرية، وقد تم تسليم الموقفين إلى المرجع المختص وبشر التحقيق. لمناسبة يوم الطالب الذي تنظمه مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الالتزام بالمقاومة قولا وفعلا لحين هزم الأيام الصعبة وكسر التطرف وتحقيق الانتصار للبنان. بالفترة الأخيرة سمعنا البعض عم بيطمنونا وعم بيقولولنا ما يهمكن وما تخافوا، نحن منحبيكن من داعش والنصرة. أنا بدي أقول لهالبعض، بدي أقول له أولا يا حبيبي شوفتنا شوفة خايف، مين قال لك خايفين؟ لمناسبة عيد العمال، نظمت نخبة من الإعلاميين احتفالاً حاشداً في المركز الثقافي الروسي، ألقيت خلاله كلمات تمحورت حول أهمية ومضمون المناسبة. استحضار أكثرية المجتمع الساحقة، استحضار هذه الأكثرية إلى نشاط ودور ومشروع هو خطوة إجبارية على طريق معالجة الخلل والأزمة وشق مسار للإنقاذ. لا يقدم حكامنا إلا المزيد من الأنانية والفئوية والاستئثار. استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الممدد طلال أرسلان في دارته خلدي المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، يرافقه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وبحث الطرفان في آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والمحلية، واستبقى أرسلان ضيفيه إلى مائدة العشاء. اسم علي مملوك يعود من الباب الافتراضي. كان من المفترض بحسب المعلومات أن يكون اللواء علي مملوك حاضراً لذاك الاجتماع الشهير في دمشق عندما انفجر مبنى الأمن القومي ليطيح برئيس مكتب الأمن الوطني هشام أختيار ومعه وزير الدفاع داود راشحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، إلا أن الأقدار شاءت ألا يحضر مملوك ويكون بعد ذلك خلفاً لأختيار وهو الرجل المقرب من عائلة الأسد أباً وابناً. عاد اسم مملوك إلى الواجهة في الساعات الماضية بعد تغريدة للإعلامي فيصل قاسم فتحت الباب واسعا لتأويلات كثيرة حول مصير الرجل الفولاذي. قال عبر حسابه على موقع تويتر: هل تكون تصفية كبار في سوريا مقدمة لاتفاق جنيف؟ بالأمس قتلوا رستم غزالة واليوم حديث عن دخول رئيس الأمن القومي علي مملوك المشفى مصابا بمرض خطير. وبعد ساعات كتب تغريدة أخرى تقول: إذا تأكد أن رئيس الأمن القومي علي مملوك قد دخل المشفى فجأة فانتظروا قصة كبيرة في سوريا. هذه القصة لم تكتمل، حيث لجأ مملوك إلى تسريب النفي عبر أكثر من مصدر، كان من بينهم وزير بارز سابق في قوى 8 من آذار الذي أكد للجديد أنه تحادث هاتفيا مع مملوك عند 10 مساء، أي بعد انتشار المرض على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشرف مملوك الذي يبلغ من العمر 67 عاما وابن العاصمة دمشق بحكم منصبه على كل الأجهزة الأمنية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، ويعتبر رجل المخابرات الأول في سوريا، وترى فيه المعارضة صورة عن أحد جلادي النظام بسبب دوره الكبير في قمع التظاهرات منذ بدء الأزمة السورية. مملوك من أبرز الشخصيات الأمنية التي شملتها العقوبات الأمريكية عام 2012 بتهمة انتهاك استخدام الكمبيوتر في سوريا وإيران، وقالت إنه قام من خلال مديرية المخابرات العامة السورية بالإشراف على
برنامج رقابة على اتصالات المجموعات المعارضة، ويقول عنه معارضون إنه من أكثر ضباط الأجهزة الأمنية غموضا، وهو بدأ ضابطا في إدارة المخابرات الجوية منذ تأسيسها على يد اللواء محمد الخولي عام 1970، وكان حينها لا يتجاوز 25 من عمره، وقد أسند إليه لاحقا رئاسة فرع التحقيق التي تضم أسماء عرفت بأنها الأقصى والأكثر وحشية. عرفه لبنان على نطاق أوسع بعدما ارتبط اسمه بميشيل سماحة وإرساله متفجرات لاستهداف شخصيات سياسية ودينية لبنانية. شيع أهالي بلدة حضر في ريف القنيطرة 4 شهداء من المقاومة الشعبية في الجولان، 2 من البلدة والآخران من مجدل شمس، قضوا في غارة إسرائيلية قبل 3 أيام شرقي بلدة مجدل شمس المحتلة. وأجاب موكب التشييع شوارع البلدة، كما أقيمت مراسم عزاء للشهداء 4، وعبر أهالي الحضر عن تمسكهم بنهج المقاومة والقتال إلى جانب الجيش والقوات المسلحة السورية في معركتها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والكيان الصهيوني. العالم يحتفل بعيد العمال، وصدامات مع الشرطة في تركيا وإيطاليا. اشتبك متظاهرون مع الشرطة الإيطالية التي ردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، حيث خيمت الاحتجاجات ضد معرض إكسبو ميلانو على افتتاح المعرض العالمي الذي تأمل الحكومة أن يساعد في إنعاش الأجواء القاتمة في البلاد. وغطت سحب كثيفة من الدخان المنبعث من السيارات المحترقة أجزاء من وسط ميلانو، مع إلقاء مجموعات من المحتجين الحجارة على صفوف من شرطة مكافحة الشغب. وحدثت المواجهة بعد ساعات من مراسم الافتتاح الباهرة في موقع المعرض العالمي للثقافة والتكنولوجيا، وتحول وسط ميلانو الراقي إلى ساحة معركة، إذ دوت أبواق سيارات الشرطة وفرقعت القنابل الضوئية وأصوات الألعاب النارية على خلفية هتافات المحتجين. وفي تركيا شهد ميدان تقسيم في اسطنبول اشتباكات بين متظاهرين بمناسبة عيد العمال وعناصر من الشرطة، وجوبها المتظاهرون بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وكانت السلطات التركية قد أغلقت الميدان في وقت سابق لمنع الاحتجاج فيه بعد دعوات من اتحاد نقابات العمال الثورية بالتجمع فيه لمناسبة عيد العمال. وأوقفت بلدية اسطنبول عمل جميع خطوط المترو المؤدية إلى تقسيم بعدما قررت وزارة الداخلية منع العمال من الاحتفال في الميدان، وخصصت 3 أماكن أخرى بعيدة عن الميدان للاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن العمال أصروا على الاحتفال في الميدان لما يحمله من أهمية رمزية لديهم. في مصر، المايسترو سليم سحاب ينقذ عشرات الأطفال المشردين في الشوارع. تقرير منى عشماوي. فكرة تراود المايسترو سليم سحاب منذ سنوات تترجم على أرض الواقع اليوم في تجربة جريئة ولافتة ليخرج مشروع كورال مصر الذي يضم العشرات من أطفال الشوارع والمتسربين من التعليم وإعادة تأهيلهم مجتمعياً من خلال الغناء والموسيقى. ومن هنا كانت الانطلاقة بتكوين نواة عمل المشروع الذي أحيا بالفعل عدة حفلات. حيث اختار سحاب 70 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 سنة، بعد أن قام بإفرازهم من بين 800 طفل تم الاستماع إلى أصواتهم لاختيار الأفضل. انتماء عربي لسليم سحاب الذي ولد في فلسطين ويحمل الجنسيتين اللبنانية والمصرية. الهدف بتاعي أنا مش أنه يطلعوا مطربين ومغنين، الهدف بتاعي أخذ أطفال بحالة اجتماعية صعبة، أطفال مهمشين، أصالحهم مع نفسهم، أصالحهم مع المجتمع، أصالحهم مع وطنهم. هم بيغنوا دلوقتي للوطن وبيغنوا لمصر، بيغنوا لبلدهم يعني. وده هو الهدف الأساسي. أنا بستعمل الموسيقى كوسيلة وليس كغاية. الغاية بتاعتي هي أنه
أبعد هؤلاء الأطفال عن الأفكار المتشددة. أنا النهاردة فرحانة قوي عشان كلهم جم وشافونا، وفرحانة إن المايسترو خلانا نكون حاجة عالية، وهو قال لنا هو يخلينا نطول السما، وفعلا احنا طولنا السما. لما وقفت على المسرح جامعة القاهرة حسيت بالفرحة، وحسيت بالفرحة كلها، ولما لقيتهم بيسقفوا لي فرحت جدا. المشروع الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد دعم وزارة الشباب له، لذا لم يكن أمام المايسترو سحاب أي صعوبات سوى في اختيار الأطفال نظراً للأعداد الكبيرة التي تقدمت. وما زال المايسترو يجري عدداً من هذه الاختبارات في كافة المحافظات المصرية، مؤمناً بأن تجربته ستخلق واقعاً جديداً لأطفال الشوارع. تقدر الإحصائيات التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن عدد أطفال الشوارع في مصر نحو 2 مليون طفل، تشمل من هم في دور الرعاية المختلفة. من الشارع، من التسول، من اللا مستقبل، ينقذ المايسترو سليم سحاب عشرات الأطفال المشردين في مصر في رسالة منه إلى العالم العربي. أنقذوا براءة الأطفال، أنقذوا أطفال الشوارع. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدتها الزميلة دارين شاهين. مساء الخير. من بعد The Voice شو ناطر هبة طواجي؟ منتابع سوا بهالتحقيق. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. كيف رد أسامة الرحباني على الانتقادات التي لامت هبة طواجي وأخذت عليها التقاطها صوراً مع المتسابقة الإسرائيلية؟ هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن حفلات مستقبلية وعروض كثيرة تلقتها هبة بعد وصولها إلى مرحلة متقدمة من The Voice. نتابع سوياً. موضوع اللي أثير كثير ما كان في له خصوص، لأنه أي إنسان ممكن يكون من طائفة معينة بيقدر يحصل على الجنسية. الإسرائيلية ممكن كانت تعمل مشاكل، لكن تعاطينا مع دولتنا من التشرين الثاني كل شيء كان واضح إنه نحن نتعامل مع الجنسية تاني، يعني ما بيهمنا الجنسية، لأنه كل سفاراتنا بالخارج، كل الناس الوزراء بيلتقوا مع مليون حدا عنده دبل ناشوناليتي، بيقولوا له بيقدموا تقرير لوزارة الخارجية تصرفوا عادي. بيبلوس انا بعتبر حالي من المؤسسين المرحله الجديده فيها، لانه اذا بدي اعتبر من سنه 2005 اول مسرحيه تحولت بيبلوس الى منتج، يعني بطلت بس انه هي بتستقطب او تستهلك برامج بتجيب لها اياها، لا، واكثر مهرجان ينتج مسرحيه ضخمه، وهذا كمان لوجود كان شخصين كثير كبار عم لقين اني منصور رحباني وانطوان الشويري، واللي بصراحه بقول لك امنوا باللي انا كنت عم بعمله وقت جبران والنبي واشتغلناها سوا، ومنها وقت انطلق كل القصص. الباز اللي عملته هبة بأوروبا خلال المرحلة كان كتير ضخم، يعني على جوجل سيرتش نمبر 1 بفرنسا، تويتر نمبر 2 بالعالم، يعني جنون كان الناس حولها، حول شخصيتها، حول صوتها، حول إمكانياتها، حول طريقة تصرفها على الكاميرا. كل هالأمور جعلت كتير منتجين يعني بشكل مجنون ينزل عروض ما فيه يقول عنها هلا، بس نحكي عنها دغري عند الناس. يعني تخيلي دقيقتين ونص ب 24 كانون الثاني غيروا حياة إنسان، دقيقتين ونص بس مش أكتر. هلا الكونسرت رح يكون كتير كبير وضخم، في أوركسترا كبيرة، في لا حدود للصوت ولا الموسيقى ولا إذا بدك مش قصة رح تكون واحدة بس، مع الفيجوال إفكتس رح يكون كتير أشياء رائعة. حضورها لهبة ديجا هو حضور آسر على المسرح، الكاريزما، تحركها، الحيوية تبعها مع الموسيقى، مع كل الأفكار اللي ممكن نعملها، كمان حتى الدمج بين الأعمار بالنسبة للناس رح يكون لائق جيل كتير، لأنه تصور هبة صارت انطلقت من جيل
صغير وقدرت تعمل اذا بدك نوع من القفزه كثير كبيره انه تجيب ناس من كل الناس يعني تحيطها. لهالسبب رح يكون في شعر رائع، رح يكون في موسيقى رائعه، رح يكون في افكار جديده، رح يكون في كمان بزياده رح اوضح للناس بعض الاغاني اللي لها علاقه بالحضاره الفرنكوفونيه والانجلوفونيه مثل بريل، مثل داليدا، مثل ويتني هيوستن، مثل ستينج، مثل لا لكم بيونسي، ريهانا، ام كلثوم. والله هبه حضرناك بشغف وانبسطنا فيك. صغار وكبار تابعوك وشفنا حالنا. كيف كان احساسك انت موجوده على يعني على بوديوم مش ببلدك يمكن بفرنسا هيك وحاسه انه اللي عم بيصوتوا لك هن بس الاشخاص اللي عايشين بفرنسا؟ كان في اكيد ضغط كتير كبير لانه كل الناس بلبنان كانت عم تحضر وكانت كمان مهتمه. بالنهايه ناس هون تبعوني وهن اول اشخاص يمنوا فيي، ما كنت حابه اخذلهم، وبنفس الوقت كنت حابه كمان انه جمهور جديد يتعرف علي. شو اللي تغير بحياتها لهيبه قبل وبعد؟ كتير اشياء، فرص اكثر، انتشار اكثر، وكمان أنا تعلمت عن حالي أكثر. إذا بدك يعني تجربة إنسانية بتخليك تتعرفي على حالك أكثر، الأشياء اللي بتخوفك، بالأشياء اللي بتبسطك، أو البوان فابل تبعك، البوان فابل نقاط ضعفك إلى آخره. تجربة إنسانية كتير حلوة وفرص كتير عم تنفتح. تعلمت إذا بدك عن يعني كيف إنسان بيتعلم عن حاله، تجربة بتخليك تتعلم عن حالك أنت شو نقاط ضعفك، نقاط قوتك، بعدين ضغط نفس اللي بتعيشيه كيف تقدري هالضغط النفسي قدام الكاميرا ما مش هو يسيطر عليك، أنت تسيطر عليه. صح أنا هون بالمسرح المسؤولية اللي عنديها كبيرة كتير، أكلت المسرح، بس التجربة هيدا مختلفة لأنه مثل ما قلت لك جاي من محل أنا ناس بتعرفني وعندي كارير، ما بقدر أخذل حدا، وما بقدر كمان بنفس الوقت بين كتير أنه أنا المدعي لأنه أنا مثل غيري هونيك ماني معروفة. بمهرجانات بيبلوس رح نسمعك عم بتغني بمختلف لغات، بالإنجليزي وبالفرنسي وبالعربي. ليش نوعتي السنة؟ لأنه زبطيك ديفويس كانت هيك محطة خلت الناس تتعرف على كوتي جديد فيه اللي هو الموسيقى الغربية، وأنا بحب يعني الموسيقى العربية والغربية فبحب هالمزج، فحبيت بالريبرتوار يكونوا الاثنين موجودين بس بطريقة هيك جديدة. وفي فرصة كتير كبيرة انفتحت لي بعد البروغرام، بقى بحكي عنها مظبوط بس 100% تتحقق، اللي هي كتير كبيرة وبتفتح لي أفاق يعني واسعة كتير على الصعيد. إن شاء الله خير، تستاهل، إن شاء الله خير. Thank you. كيف وقعت بريتني سبيرز على المسرح؟ ما نشوف سوا أنا وياكم. بعد إلغاء حفله العام الماضي ضمن فعاليات مهرجان إهدانيات 2014 بسبب تعرضه لوعكة صحية، يعود الفنان زياد الرحباني هذا العام إلى إهدن في حفل موسيقي مميز. وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان إهدانيات ينطلق في 25 تموز 2015 ويستمر حتى 28 آب مع مجموعة من الحفلات الموسيقية العالمية المميزة. سقطت النجمة بريتني سبيرز أمس الخميس أثناء تقديمها عرض غنائي في لاس فيغاس، وكانت بريتني تقدم أغنيتها الشهيرة One More Time. أعلنت النجمة العالمية مادونا أن المخرج جيمي كينغ سيرافقها في جولتها العالمية تحت عنوان ريبال هارت تور، وذلك في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت نجمة البوب الأكثر مبيعاً أنها بحاجة إلى راقصين جدد للانضمام إلى فرقتها الذين سيرافقونها في جولتها العالمية الممتدة إلى العام 2016 من خلال تجارب أداء ستقام من 6 إلى 8 من شهر أيار المقبل في نيويورك، كما أنها ترحب بأولئك الذين يملكون مهارات مميزة. هيدا كان كل شيء. باي. كان في النشرة الجيش يتسلم جثماني العسكري علي العلي والمدني ممدوح يونس، وباب التفاوض مع داعش مفتوح. بفتخر بابني انه سياج الوطن هو ودافع عن هالوطن. الجديد تفتح ملفات أخطر الإرهابيين المسجونين. مرجلتوا عليهم بالسجن ضعفاء، أماني بأيديكم. المعلومات توقف أحد مسؤولي سرايا المقاومة في أبي سمرة على خلفية نسوية. في عيد العمال حضرت الأعلام وغاب العمال. والعثور على النقيب المغيب. لن نتهاون عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للأجور. وكان في النشرة أيضاً كورال مصر، أطفال مشردون يغنون الوطن. في ختام النشرة شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.